مسطرة تاني خلصت كده. ميزته في ايه بقى الباوندري ده؟ بيعمل شكل مغلق يا فنان فوق الشكل الاصلي. مش ده الشكل الاصلي؟ وادي الشكل المغلق اللي اتعمل اهو. عايز اجيب بقى سي جي كور ده. هقول لك بكل بساطه، خد الكوره على بعض اهو، كليك يمين كليبورد كابي وسبيس بوينت. ليه ما انا هقول لك دلوقتي. طبعا انت خدت في الخرسانه حاجه اسمها تشيك البريست والامبريست اللي بتعملها صح، وكانت معتمده على ايه الحاجات دي؟ على اي اكس واي واي الكور كمان، مش على اي حاجه ثانيه غير الكور. الكور والشيل وور. طيب ده معناه اني محتاج احسب للكور ده مين؟ اي اكس واي واي. تعالى لي يا كوتش. خدت كوبي وسبيس بوينت صح؟ هطلع على مين؟ افتح لوحه ايه؟ جديده، واختار نوع اللوحه الجديده من جنب اوبن هنا، لوحه مين؟ امبريال. ممنوع منعا باتا تفتح لي اي لوحه معاليك اسمها متر. دايما شغلك كله مين؟ امبريال. متر دي شغاله بالملي، ما بيشتغلش عليها غير بتوع الستيل. طول ما انت شغال خرسانه ممنوع تخش عليها. قلت تاني ولا اتفقنا؟ يبقى دي بتاعت مين؟ بتوع الستيل بس يا ولاد. يبقى راح جاي قايل لي هنا مين؟ امبريال. فتحت لوحه جديده، رايت كليك جواها كليبورد بيست. طبعا بيست لو ما كانتش متنشطه قلنا كنترول في. طب ادي نزلت بيست. صلى على سيدنا محمد. عايز اعرف سي جي الكور ده فين؟ هقول لك حاجه حلوه قوي. بص انا جيت اول ما عملت موف ايه اللي حصل؟ اداني السي جي اهو، بس مش عارف اعرف مكانه فين. خليك بقى ايه، بص مكار وتعمل ايه؟ انا هاخد خطين اهم، موف للخط ده واركب هنا. هاخد الكور ده موف منين بقى؟ بصوا اول ما بقرب من اي حته راح مديني النقطه، اروح واخد دي مركبها فين؟ اهي. يبقى انا كده جبت السي جي بتاع الكور. شفت المكر؟ تعمل ايه بقى ساعتها؟ ادي المسافه من هنا بتاعت الاكس بتاعته، وادي المسافه من هنا هي بتاعت الواي بتاعته. اللي انت لو قعدت بقوانين الاستراكشر 3 ايام وما طلعتش معاك الارقام دي يبقى انت غلط، مش الاوتوكاد اللي غلط. معلومه يعني، ما هو اكيد انت حاسب حسابات مش مظبوطه. واضحه انا قصدي ايه؟ طيب بعد اذن حضراتكم، عايز اي اكس واي واي الكور ده اجيبهم ازاي بسرعه؟ المشكله ان الاوتوكاد بينسبهم دايما للصفر وصفر بتاع الاوتوكاد. انا عايز اجيبهم طبقا لمين؟ للسي جي بتاعه. يبقى عارف هنعمل ايه؟ صلي على رسول الله. هروح جاي كده اهو، جاي كده اهو، واخد ده على بعضه بحاله بماله، موف منين؟ السي جي بتاعه، وانزل على المؤشر تحت جنب كلمه ديسبليسمنت هنا اهو، وكليك شمال واكتب صفر وصفر وادوس انتر. كده الكور ركب عند صفر وصفر مين؟ الاوتوكاد. ساعتها بقى اقول لك حاجه حلوه قوي، امر ريجون اللي عملناه في اول الحصه فاكرينه؟ ساعه بكره بنعمل انترسكت. يبقى ادي امر ريجون، اروح مختار ده على بعض ودايس مين؟ مسطره. كده بقى ريجون. فاكرين شريط انكور اللي قلت لكم عليه المره اللي فاتت؟ والامر العبقري اللي هو اسمه ريجون بيرماس مين؟ بروبرتيز. اروح جاي مختار الامر ده، واروح جاي مختار ده ودايس مسطره. ايه رايك في الجمال؟ دي اريه الكور، ده بريمتر الكور. انتوا معايا؟ السنترويد بكامل اكس والواي صفر. ليه؟ لانه بينسب دايما من صفر وصفر الاوتوكاد، واذا كان صفر وصفر الاوتوكاد هو السي جي، يبقى مديك السنترويد بصفر. ساعتها بقى تاخد الاي اكس والاي واي يا معلم دول زي ما الكتاب بيقول. ده كده واحنا بنقيسهم ايه دول الاثنين دول؟ متر اس 4، متر اس 4، لان المساحه متر مربع والبريمتر متر، مش كده ولا ايه؟ تمام. يبقى ده كده طريقه ان انا احسب بيها مين؟ اي اكس واي واي مين؟ الكور. طب ارجع معايا بقى لو تكرمت، وتعالى كده هناقشك شويه في حاجه بعد اذن حضراتكم. هو مش ده عمود؟ ده عمود، اه ده عمود صح. عايز افرد الكنات بتاعته زي ما هي متفرده بره كده. افردها ازاي؟ تعالى معايا هعلمك طريقه جديده عليك. هاخد العمود بكناته اهو كبي، وانزل تحت وليكن هنا كده. والكنات دي عايز اعملها نفس التفريده اللي فوق. افردها ازاي؟ حد مليني كده. هتختار مين يا ولاد؟ الخطوط دي كلها اهي كابي، واطلع بدول كده. مفهوم كده ولا ايه؟ بعد اذن حضراتكم، للاسف الخطوط دي كلها مفتوحه، عايز اقفلها كشكل مغلق. شكل مغلق هتعمل ايه؟ فلت. ما هو فلت هتقفلها كايه؟ خطوط. انا عايزها مستطيل، الاربعه يكونوا مستطيل. شنفر ده ما اسمعوش تاني مدى الحياه. ايه تاني؟ باوندري مش هينفع للاسف.
ليه؟ باوندري لازم تكون الاشكال دي متقفله كخطوط على بعضها، مفيش اي واحده مفتوحين مع بعض. يبقى ساعتها اريحك من الاخر، ممكن بجوين على فكره، بس خلي الجوين دايما لتجميعة الخطوط في الفراغ زي السيخ المكسح اللي كنا عاملينه. لكن عايز اعمل من مجموعه خطوط افهم الجمله كلوزد اريا، يبقى مين؟ الاثبات. ايه بقى الاثبات دي بقى؟ لا صح صح بقى، وبص معايا اللي احنا هنعمله ده. الاسم ده اكتب عندك الاسم. الاسم ده هو عباره عن امر بتيجي انت تركبه على الاوتوكاد. ده معمول بلغه برمجه بره. امر زي الكابي واللاين والميرور والروتينت والكلام ده كله، بس مش معمول على الاوتوكاد. هديكوا الاسمين النهارده تدعوا لي عليهم مدى الحياه. اول اسم فيهم مع بعض اهو، الا وهو الاسم الاولاني، اسمه ايه الاسم ده؟ جي ال. جي ال جي ال اسمه، لا اسمه كده. تمام؟ النقطة المهمة جدا بقى، ألا وهي إيه؟ بتشغل الإثبات دي إزاي على الأوتوكاد؟ عن طريق أمر أوعى عمرك تنساه اسمه أبلكيشن لود، اختصاره أي بي. أي بي كده تقيلة. أبلكيشن لود. تعال. طبعا الإثبات دي فين؟ معاكوا في حصة النهاردة هتاخدوها وأنتوا طالعين إن شاء الله بره. خلاص؟ أبلكيشن لود أهو. أبلكيشن لود. أبلكيشن لود. راح مديني هنا اهو، حصتنا فين يا اولاد؟ مش احنا جروب بي؟ بي 2 اهو من جوه الحصه. اسمه ايه الاسم؟ جي ال، اروح جاي له مين؟ لود. اولويز لود ولا لود وانس؟ دايما حمل الاثبات لود وانس. لان الاثبات هتعمل لك مشاكل بعد كده مع الاوبجكت سناب، لو انت محملها بصفه مستمره. وبالتالي خليها دايما مين؟ لود وانس. قال لك تحت ايه؟ اقرا الجمله كده اللي تحت. سكسسفول ايه؟ لودد كلوز. عايز اقفل الشكل ده بقى، اقفله ازاي؟ جي ال واروح دايس مسطره، اختار ده كده وادوس مسطره واي مسافه على الشاشه بقى مستطيل. انت عارف ميزته في ايه ده؟ ده بص بقى، لو انت عندك شكل جاي كده اهو 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 اهو، عايزين نقفل الشكل ده، هتقول له مين؟ جي ال، واعمل كده اهو ومسطره واي مسافه على الشاشه. ايه رايك يا فنان؟ تك على طول، مش تقعد فيدت وبعدين باوندري ويطلع عينك، صح ولا ايه؟ طب بعد اذن حضراتكم، عندي كام كنه لسه جوه؟ الكنه دي اللي ماسكه الاربع اسياخ دول ولا انا غلطان بشاور عليها؟ والكنه دي اللي ماسكه الاربع اسياخ دول، عايز افردهم بره برضه، افردهم ازاي؟ هختار دول كده اهو الاربع خطوط دي واطلع بيها كابي من هنا اركب هنا. في نفس مكانهم فوق، بس في نقطة. أنا عايز أعمل المساحة بين الأربع خطوط دول بشكل مغلق. قلت لك الزين يقول مين؟ بس، عارف هتعمل إيه؟ بي أو ومسطرة مرتين، ضغطة هنا، مش دي كنة ولا أنا بتهيألي، وضغطة فين؟ هنا دي الكنة التانية، مسطرة، أروح مختار ده ومختار ده وطالع بيهم موف فوق كده، وأمسح الخطوط اللي كانت تحت، كده عملت التلات كنات، بس هنا في فيتال ميستيك، مفيش حاجة اسمها زاوية في الحديد قايمة، لازم تكون بفيلت، راح الباشمهندس عامل فيلت، ومدي الفيلت فوق أهو رادياس كام؟ 5 سم مثلا، رحت مختار دي ومختار دي، تسلم ايدك، واقعد اعمل بقى في الفيلت تعميل الكلام ده، لا يا هندسه، صلى على رسول الله. هم دول كام كانوا؟ بكام زاويه؟ ب 12 زاويه، يعني محتاج اعمل كام فيلت؟ طب واللي نازلهم لك لثلاثه فيلت بدل ما هم 12، ايه رايك؟ تيجي تشوفها؟ تعالى لي. بس ده معتمد ان الاشكال بولي لاين، يعني مش خطوط متفرقه. اهو. تعالى يا كوتش، فيلت تاني، في فيلت تحت اختيار اسمه ايه؟ بولي لاين. لو ضغطت على بولي لاين دي واخترت الاريا دي في اي حته، ايه رايك؟ عمل اربع زوايا في ثانيه. مسطره تاني بولي لاين واخترت ده، مسطره تاني بولي لاين واخترت ده، عملت كام فيلت معاك اهو؟ ثلاثه، وعمل كل الاركان والزوايا. هروح جاي بالظبط عامل انا قفل بايدي اهو، يبقى هاخد القفل ده كده من هنا كابي اهو، واروح اركب فين؟ هنا، واروح اركب هنا، فردت لك الكنات باسلوب محترم. واضح؟ انا عايز الم لك اكبر قدر من اوامر الشغل بقدر الامكان تكون في ايديك، عشان تعرف تشتغل كويس بعد كده. طيب، كلام جميل، يبقى ده كله عملناه، صح؟ السؤال المهم، بعد اذن حضراتكم، مش دي كتابه مكتوبه بالمنظر ده؟ معموله كابيتال ولا سمول دي؟ سمول؟ دي سمول اهي؟ أول حرف ده اللي كابيتال. طب أنا افرض جات لك اللوحة الكتابات فيها بالكامل
بالكامل عند حضرتك كابيتال. طبعا احنا يا دوبنا بنفك الخط لمين؟ من الاسبوع. ما هو مش انت ده، انا وانت وكلنا قرايتنا من الكابيتال مش متعودين عليها، متعودين دايما على القرايه لمين؟ طب ساعتها ينطلب منك تحول الكتابات بالكامل على الاوتوكاد من كابيتال لسمول، او من سمول لكابيتال. هتعمل ايه بقى؟ هتعمل الامر ده، اكتب عندك ما تكونش زي مكان اهو. الامر ده اسمه ايه؟ تي كيس. هروح عامل تي كيس، تي كيس، وده اسم مسطره. كل اللي هعمله هختار الكتابه وادوس مسطره. عندك اقرا يا معلم الاشكال اللي طلعت لك ديت، الست اشكال او الخمس اشكال دول عباره عن ايه؟ اول واحده اسمها سنتنس كيس. يعني ايه سنتنس كيس؟ يعني لو لاحظت هتلاقيه حاطط اول حرف في اول كلمه هو اللي كابيتال، وباقي الجمله بتكمل سمول. ما هو ده سامبل بريفيو اللي هيحصل بره، دي عينه اللي هيحصل بره. تمام. طب ده هنا مين؟ لور كيس كلها سمول. طب دي؟ طب تايتل هيخلي اول حرف من كل كلمه هو اللي كابيتال وباقي الكلمه سمول. طب ده؟ ده ابن مجنون، ده اللي استخدمه ابن مجنون. ما هو البرنامج عامل كل احتمالات، واحد سليم وواحد اهو عامل ايه هنا؟ اول حرف هو اللي ايه وباقي الكلمه كابيتال. طبعا انت يعني تعالى معايا، مش تقول لي انا ابن مجنون. خلاص ماشي. تعالى هتعمل ايه؟ ابر كيس. ايه رايك لو قلت ابر كيس وقلت اوكي؟ ايه اللي حصل؟ طب لو رجعت اخترتها وقلت له لور كيس، ايه اللي حصل؟ صح كده ولا ايه؟ طب لو رجعت اخترتها تاني وقلت له تايتل، بيخلي اول حرف هو اللي كابيتال. بس حد فيكم شغل باله بحاجه مهمه جدا الا وهي ايه؟ في خط تحت الكتابه ولا انا غلطان؟ شوف بقى الحته لو لقيت حلوه قوي. الخط اللي تحت الكتابه ده لو انا عملت كده بايدي، واضح ان الخط مع الكتابه حته واحده. كده بلوك؟ لا، الخط ما هوش بلوك مع الكتابه. والخط مش مرسوم، الخط مكتوب. اكتب عندك. لو عايز تعمل خط تحت الكتابه بتاعت حضرتك، بتعمل الكود ده قبل الكتابه. الكود ده عباره عن بيرسنت، بيرسنت يو. كود بتحطه قبل الكتابه بيعمل لك خط تحتها. وبيرسنت دي هي عندك في الكيبورد عباره عن شيفت خمسه. شيفت خمسه. تعال مش هنروح بعيد. صل على النبي. شايف انت الكتابه دي؟ الكتابه دي دبل كليك عليها ايه؟ عايز اعمل تحت كلمه واحد على 50 ديت خط. يبقى اروح جاي قبلها هنا اهو وعامل ايه؟ بيرسنت. بيرسنت مين؟ يو. عينك اول ما هدوس انتر اللي هيحصل؟ بس خلي بالك ده من ضمن الكتاب كما لو كان بلوك. حته حلوه صح؟ تمام. الاحلى بقى، بص معايا، صل على النبي. لو انا جيت على الجمله دي كده اهو وخليت هنا مثلا حرف ار، وجيت على الكلمه دي في الاخر وخليت هنا اهو حرف مثلا تي، اي تخريف كده، ببقى واخد لوحتي وطالع على الراجل الاستشاري اللي معايا راجع لي شغلي، شوف لي سيف ولا عن سيف ودي ولا دي، ولا اعمل راجع معايا مين؟ السبيلنج. قول لي خلي بالك بعيد عن الشغل خالص، الكلام اللي انت كاتبه ده بالانجليزي كله غلط، شكلنا وحش قوي ساعتها. طب الحل ايه؟ اسالك انا سؤال تاني، هو الوورد بيعمل ايه لما تكون عندك كلمه مكتوبه بالانجليزي غلط؟ خط احمر ويدي لك الاوتوكاد نفس القصه. بيدي لك المرادفات بتاعت الكلام ده الصح. يبقى هنعملها ازاي؟ هروح جاي الامر ده عندنا اسمه تشيك سبيلنج، اختصاره اس بي. هروح عامل اس بي ودايس مسطره اهو، يبقى اس بي ودايس مسطره. هروح جاي له هنا مين؟ رد. سيلكت اوبجكت. يختار مين؟ على فكره، على فكره الكلمه الاولانيه انا مبوظها والكلمه الاخيره مبوظها. دوست مسطره. ورحت جاي له هنا مين؟ ستارت. راح عامل ايه؟ قفش الكلمة الأولانية. لاحظت؟ راح مظلل عليها هنا. وقال لك ايه الكلمة منها؟ دي نوت ان ديكشنري، مش بتاعتي، ولا دي في قاموس، ده أنت مألفها. بتاعتك أنت. واضحة أنا قصدي إيه؟ طب الصح إيه؟ اقترح عليك الكلمة اللي تحت دي. وإدالك تحت هنا مجموعة مين؟ ما تجيش بقى تعمل نفسك فزلوك وتقول استراكشراليزم. ما هي استراكشر وخلاص. خلاص. طب اخد انا دي، خلاص اخترت دي وليكن. انتوا معايا يا ولاد؟ اخترت دي وليكن، يبقى في التوقيت ده هعمل ايه؟ اقول له تشينج ولا تشينج اول؟ لا، يفضل تشينج اول. ليه؟ ممكن تكون الكلمه دي متكرره اكتر من مره في الجمله مكتوبه غلط. فلو قلت له تشينج اول هيعدلها كامله. طب اول ما اقول له تشينج اول ايه اللي حصل؟ ظبطها وعدى اللي بعدها. ودخل على الاخير قال لك دي متالفه برضه.
الصح ايه؟ مدي لك assignments، هتقول له مثلا assignment اللي انت عايزه change all، واروح جاي قايل له اول ما قال لك كده وخلص راح قايل لك ايه؟ spelling check ايه؟ complete اوكي وكلوز. ارجع اختار الجمله تاني لربما application load، لا اسف الجمله تاني اس بي، قال لك برضه spelling check مالها؟ كده عمل عن جمله spelling check وليست grammar check. جرامر تشيك دي بتاعتك انت حبيبي، شيل وزرك انا ماليش فيه. واضح؟ الاوتوكاد بيقول الكلام ده فيما معناه يعني. ماشي. تعالى لي. صلى على النبي. بعد حبة الحاجات اللي احنا شرحناها دي. صلى على النبي. كله يقعد كده. دي لوحة اهي مطبوعة. تمام؟ اللوحة لما تتطبع ما بتطبقش رول. تتطبق بالاسلوب اللي في ايدي ده. بالظبط لما تيجي تفتحها في الموقع بتفتحها كده او قدام اي حد اكورديون يعني كده وكده فاهمني؟ تمام. لوحه زي دي بصوا فيها كده بسرعه الكتابات اللي في اللوحه دي قصادك كبيره ولا صغيره ولا معقوله للقرايه؟ الله ده اللي انا عايز اوصل له بقى. بنقعد نكتب دايما في اللوحه ومش عارفين بختنا هيطلع الكتابات دي ايه؟ كبيره ولا صغيره؟ الباشمهندس المحترم يكتب يا عيني ويروح يطبع اللوحه يلاقي الكتابات قد كده اهو في اللوحه بعد ما طبع مش شايف حاجه يروح البيت بص بقى منفوخ عدل ينتقم يروح فاتح ومكبر سكيل الكتابات اللهم صل على النبي يبقى فرقه كاوتش تيجي تبص بعد ما يطبع الكاميرا قد كده اهو والكتابه قد كده اهو فوقها برده مش نافع ولا مش واضح. يبقى في التوقيت ده هنعمل ايه يا ترى؟ يبقى في التوقيت ده بكل بساطه بعد اذن حضرتك هنعمل ايه؟ تعالى نتعلم مع بعض حاجه اسمها التكست هايت. اكتب معايا لو سمحت. التكست هايت بتاعتنا ركز معايا بصحصح لو هطبع لوحتي في سكيل 1 ل 100 فباخد التكست هايت ما بين 0.25 ل 0.3. لو هطبع في سكيل 1 ل 100 فباخد التكست هايت ما بين 0.25 ل 0.3. ما معنى سكيل 1 ل 100 اللي انت بتحكيها دي اصلا؟ 1 ل 100 دي معناها يا اولاد ان لما اجي احط مسطره على اللوحه بعد ما اطبعها انا كمهندس بنفذ واقيس 1 سنتي على اللوحه افهم ان دي عباره عن متر في الطبيعه. افهموا معايا الكلام ده بقى خطير جدا عشان الطباعه بقى. عشان الناس كانت المره اللي فاتت بتشتكي لي من الطباعه. قلت لهم مش عارفين نطبع. تعال اعلمك بقى الصح دلوقتي. تمام. ده معناه ايه؟ معناه انه بلغه المليات ال 10 مللي على اللوحه بمتر في الطبيعه. ولا غلطان؟ طب كلام جميل. طب لو هيطبع بسكيل 1 ل 50. 1 ل 50 معناها ايه؟ معناها ان اللوحه بعد الطباعه هتتضرب في 2. يعني ايه اللوحه بعد الطباعه هتتضرب في 2؟ يعني لما تيجي تبص هتلاقي لما تيجي تحط مسطره على اللوحه ل 2 سنتي على اللوحه معناهم 1 متر في الطبيعه. اللوحه انضربت في 2. لوحه زي اللي قصادكم ده اهي اللي في ايدي دي 51. طب كمل. ده معناه ايه؟ ممنوع منعا باتا التكست هايت هتعدى بكام؟ 3/10. طب انا في التوقيت ده لو هطبع 1 ل 50 معناه ان انا عارف لوحتي بعد الطباعه مالها؟ هتتضاعف. يبقى التكست هايت ساعتها وانا بعمله يبقى كام؟ لا يزيد عن حدود within range 0.1 to 5 between 0.15. ما تزيدش ابدا عن 15%. ليه؟ علشان لما يتضاعف ما يعديش كام؟ 3/10. ولا انا غلطان؟ طب حلو الكلام. انزل كمل معايا. طب لو هيطبع بسكيل 1 ل 25 معناها ايه 1 ل 25؟ معناها ان اللوحه بعد الطباعه انضربت في 4. يعني 4 سنتي على اللوحه بكام في الطبيعه؟ يعني معناها بايه بالمليات يا اولاد؟ يعني دي ال 20 مللي ب 1 متر. دي معناها ال 40 مللي ب 1 متر. يبقى في التوقيت ده اللوحه انضربت في 4. في نظركم الرقم ده هيبقى كام؟ الله ينور عليك 75/1000. علشان لما تضرب اللوحه في 4 ما تزيدش عن كام القيمه؟ عن 3/10. صح؟ طيب سؤال بسيط لحضراتكم. بعد اذن حضراتكم يا فندم في عندي حاجه اسمها الباندا او الخرطوشه. كلكم شايفين معايا الاطار الخارجي بتاع اللوحه ده اسمه ايه؟ الاطار الخارجي بتاع اللوحه ده اسمه ايه؟ ده الاطار بتاع الباندا او اسمها الباندا او الخرطوشه. الاطار الخارجي ده اللي هو فين هنا في لوحتي؟ اللي هو اللي بره خالص ده، ما انا جايب لوحه معايا عشان تشوفوها معايا اهي.
الطيار الخارجي ده هو اللي بره خالص ده. اخر خط بره خالص بتاع المستطيل. هو ده البند او الخرطوش. طب اللوحه دي لما اجي اطبعها بطبعها ازاي؟ قال لك بتطبع اللوحه، انا عايز بحضراتكم صفحه 15. صفحه 15 الملزمه. طبعا الحصه اللي جايه واللي بعدها ان شاء الله كلها من الملزمه. خليك معايا. ايه اللي هيحصل؟ قال لك لوحتك بتكون جايه كده. حلو الكلام ولا غلطان؟ ده كده في اللوحه بيمثل ارتفاع. ده في اللوحه بيمثل طول. ده كده الجزء ده هو ده الخرطوشه اللي انا عايزها اللي فيها الملاحظات. سؤال بسيط، انا بطبع لوحتي بقى على برينتر، الجهاز اللي بيطبع اللوح ما اسموش برينتر. خليك مهندس، حتى الاوتوكاد هو مش كاتبه برينتر والله. الجهاز اسمه بلوتر. ده الجهاز اللي بتطبع عليه. تطلع على المكتب الطباعة تقول له البلوتر مش البرينتر. برينتر دي A4 وA3. غير كده A2 A1 A0 كل الكلام ده بلوتر. معايا ولا مش معايا؟ البلوتر ده بتخش له اللوحة ازاي؟ اللوحة بتخش له ازاي البلوتر؟ عارفين رول مناديل المطبخ؟ أو مناديل الحمام؟ الرول ده مش عبارة عن رول. إن أنا أعمل بطاطس ده؟ ولا بستخدم جرايد ولا خلاص. تمام صلى على النبي. الرول ده يا ولاد ارتفاعه كام؟ مش مبرر ارتفاع حوالي 20 30 سم. حلو. طب لما تيجي تسحب منه وتشد مش بتاخد طول زي ما انت عايز؟ حلو. الرول اللي داخل بقى للبلوتر ده ارتفاعه كام؟ في منه 90 سم وفي منه 120 سم. في الغالب ال 120 سم مش موجود. شغال انت دايما كليا وجزئيا على كام؟ على 90. صح الكلام؟ طيب الطول خد زي ما انت عايز. يعني ده كده معناه ان هو كده ماله ده؟ ها؟ اقول لك كده هو صراحة فري. خد طول اللوحة زي ما انت ان شاء الله 10 متر. ولا تفرق معايا. المهم عندي الارتفاع. طب لو هطبع لوحتي بسكيل، طب والحتة دهي؟ والحتة دي؟ لو انا هطبع لوحتي بسكيل 1 ل 100 بقى. لازم اكون متأكد 100% لو هطبع بسكيل 1 ل 100 ان ارتفاع اللوحة اللي انا رايح اطبعها على الاوتوكاد ما جابش ال 90 سم. لان لو جاب ال 90 سم وعداها كده مش هينفع يطبع بسكيل. دي رقم واحد. رقم اتنين، لاحظتوا معايا الملاحظات؟ انا مطبقها ازاي؟ تكاد تكون كلها قدامك اهي. ولا انتوا مش معايا؟ الملاحظات دي بالمنظر ده كده. الملاحظات دي بالمنظر ده كده قدامك اهو. دي كده عرضها كام الحته بتاعت الخرطوشه دي اللي فيها الملاحظات؟ الحته دي في حدود 16 سم. اقول تاني ولا اتفقنا؟ طب انا لو هطبع لوحتي بقى بسكيل 1 ل 50. هطبع لوحتي بسكيل 1 ل 50. ده على فكره دي بسكيل 51 اللي معايا دي بسكيل 51 وهعرفك ليه كمان شويه. طب تعالى معايا بس كمل. لو هطبع لوحتي انا بسكيل كام؟ 51. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الارتفاع بتاع اللوحه دي لازم اكون متاكد انه ما جابش الكام؟ ليه ما جابش ال 45؟ ليه ما جابش ال 45؟ علشان علشان ايه؟ علشان لما يتضاعف ما يزيدش عن الكام؟ ال 90. وفي نفس التوقيت دي تكون في حدود كام؟ 8 سم. طب افرض لوحتك زادت عن ال 90 في الطباعه، ساعتها بتاع الروتر هيقول لك انا اسف مش هينفع اطبع لك، مش هينفع اطبع لك اللوحه بسكيل. فيضطر يطبعها ساعتها مين؟ حاجه خطيره جدا بالنسبه لك اسمها فيت تو بيبر. فيت تو بيبر يعني من غير سكيل خالص. يعني دي معناها ايه؟ ان هم في الموقع لو مسكوا لوحتك واتزنقوا في اي دايمنشن ممنوع يحطوا مسطره على اللوحه ويقيسوا. لازم يرجع لك تاني فين؟ على الاوتوكاد وتدي له انت الدايمنشن من هناك كام؟ لكن سكيل 1 ل 100 كانت فايدتها بايه؟ اتزنق في دايمنشن يحط المسطره، طلعت معاه على المسطره 2.4 من 10 سم، كده معناها في الطبيعه البعد ده 2 متر 40. اتزنق في الدايمنشن واللوحه 1 ل 50 وطلع البعد على اللوحه 2.4 من 10 سم، ده معناها في الطبيعه متر 20. ما انا قلت على اللوحه متضاعفه. وصلت اهو اهو. اتخيلت انا قصدي ايه؟ يبقى 2 متر 40 دي معناها في الاصل قاسم على 2 على طول في الطبيعه يبقى متر 20. واضحه انا قصدي ايه؟ تمام. طب السؤال المهم، انت ليه تطبع 1 ل 50؟ اصل واحد يقول لك ايه؟ باشمهندس عمر ده بتفزلك وجعل لنا فزلكه. فزلكه دي يا هندسه. يقول لك ما انا هطبع 1 ل 100 زي الفل. اطبع يا عم 1 ل 100 بس خلي بالك لما تطبع 1 ل 100 صلى على رسول الله. مشروع زي اللي في ايدك ده بعد المبنى ده كام كده كله؟ قول 23 متر، انا ما عنديش مشكله. طب البعد الراسي ده هو كام؟
كدايمنشن ده بكام ده؟ قول 18. الباشمهندس حلف 100 يمين، ما هو طابعها كام؟ رد 51، راح طابعها 1 ل100. العمال بقى مستنيينه في الموقع، والناس كلها واقفه على رجل، والنجار مستني والحداد مستني الباشمهندس يجيب اللوح، والباشمهندس جاي في عز الحرب ويبصوا في ايديه مفيش لوح. فين الباشمهندس؟ فين اللوح يا بركه؟ روح مد ايده في جيبه ومطلع ورقه بالظبط قد دي كده اهو، ادي اللوح. ما هو انت قلت السنت بكام؟ ما انا بقنعك اهو، السنت بكام؟ بمتر. ده معنى اللوحه بقت كام كلها؟ 23 سم في 18 سم، يعني قد البتاعة دي كده. ورقة A4 A3 يوم ما يضربها الدم. ساعتها تبقى ماسك اللوحة ومكسوف من النجار وقاعد معايا، النجار يقول لك مش شايف، يقول له تعالى بس تعالى. شايف أنت هو اللي بصك كده طق ملبسك اللوحة ساعتها. ما هو مفيش حل بكده. هو أصلاً مش شايف في الطبيعة، هتجيب له اللوحة كمان صغيرة. واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى في التوقيت ده أفضل حل تطبعها مين؟ طب انا اعرف امتى هطبعها بسكيل 51؟ بصوا معايا لو سمحتوا يا اولاد، لوحتي اهي، اكتب معايا. ادي محاورك اهي، مش دي كده محاورك؟ لما تيجي تشوف البعد ده في اللوحه، لو ان البعد ده حضرتك كان اقل من 40 سم على اللوحه، يعني 40 متر، ساعتها هطبع بسكيل 1 لكام؟ 50 وانا مطمن. ليه؟ لان دي لما تكون اقل من 40، فانا متوقع ان الارتفاع هيكون اقل من كام؟ من 45، علشان لما يتضاعف ما يعديش الكام؟ 90. طب اسالكوا سؤال، لوحه زي اللي في ايدي دي والله العظيم مطبوعه بس كيلو 51، ليه؟ بص يا باشا، الناس معايا هنا اهو، البعد ده كام؟ ده 32. البعد ده كام؟ اهو 25. يبقى المشروع ده كان 32 في 25. لو انا طبعت 1 ل 100 هتبقى ورقه A3. لكن بالمنظر ده اكيد كلكم واخدين بالكم ان اللوحه باينه بالكامل كل التفاصيل. لما يجي يمسكها حداد او مين؟ او نجار. يبقى الموضوع مش موضوع فزدكه. طب يتبقى لك سؤال واحد بس. انت بتقول لي هتطبع بسكيل، هطبع بسكيل كام؟ 51. انا بقى هرسم السكيل دي. مش ده السؤال اللي في دماغك دلوقتي؟ بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، انت سواء هتطبع بسكيل عفريت ازرق، بترسم لوحتك دايما بسكيل 1 ل100. اللي مسؤول ان هو يخليها 1 ل50 او 1 ل25 او 1 ل100 ده بتاع البلوتر، بتاع الطباعه. الراجل هتطبع عنه، هو بيسالك تطبع بسكيل كام؟ تقول له بسكيل كذا. وضح السؤال؟ تقريبا ده كان سؤال. لو طالما الفرق ده فري، ليه بنحدد 15 سم؟ لا، الحته اللي بحكي عليها دي انا مش بحكي فيها ان هي بحددها عشان خاطر سبب، بحددها عشان خاطر تبقى الملاحظات كلها جايه في ايدك في وشك كده مره واحده. كمان ايه الجميل؟ بص الجميل ان لما اخد لوحتي كده واقدر احطها في فايل، اقدر احطها في فايل بسهوله. فانا عايز 16 سم بالظبط. انت فهمت قصدي ايه؟ طيب بعد اذن حضراتكم، بعد الجملتين اللي قلناهم دول، عايز اطبع بسكيل. هطبع بسكيل ازاي؟ اكتب بقى القانون ده جامد. القانون ده جامد. القانون ده بيقول لك ايه؟ 1000 على السكيل يا ولاد. القانون ده بيقول عندنا 1000 على كام؟ جاوبني. على السكيل. يعني ايه 1000 على السكيل؟ يعني البرنس لو عايز يطبع بسكيل 1 ل100، ساعتها يبقى القانون 1000 على كام؟ على 100، ولا انا غلطان؟ انا عوضت في القانون اهو. 100 على 100 فيها بكام؟ 1. 1000 على 100 فيها بكام؟ يبقى معنى كده 1 على 100 معناها في الاوتوكاد 10 لمين؟ نعم، انا كنت فاكرها 1 ل100 هو الاوتوكاد 1 ل100. غلط غلط. 1 ل100 على الاوتوكاد معناها 10 ل1. يعني ايه 10 ل1؟ اقرا اللي فوق دي كده، ده انا عملت عليها السهم دي كده. شفت بقى يا باشا؟ دي جايه من القانون ده اصلا. معناها ان ال 10 مللي في اللوحه ب 1 يونت في الطبيعه. 1 متر. الله، يعني لو طبقتها على الباقي هتجيب 1 ل 50. 1 ل 50 معناها ايه؟ 1000 على كام؟ على 50 عليه فيها الواحده دي فيها كام؟ يبقى 20 بكام؟ معناها ال 20 مللي في اللوحه ب 1 متر في الطبيعه. 40000 على 25 على دي 1 على دي في، يبقى 40 لكام؟ 40 ل1. مدير موقع اختت منه مفيش، وجاي يقول لك عايز كيلو واحده 23. ايه واحده 23 دي؟ انت عمال تسال في نفسك، يقول لك انت مالك؟ ماشي هعملها لك طبعا. ايه واحده 23 دي؟ انت بتتكلم في نفسك. هتعمل ايه ساعتها؟ 1000
على 23 بقت 1 ودي اكس بقت اكس لواحد. صح الكلام كده ولا ايه؟ طب بعد اذن حضراتكم تعال نطبق الكلام ده على لوحتنا ونشوف. صلى على سيدنا محمد. مشروع زي اللي فوق ده كانت دي كام؟ 22 في كام؟ 18. يبقى 100% اللوحة سكيل كام؟ اللي يأكد كمان ان دي سكيل 1 لـ50 لو وقفت على اي كتابة في اللوحة روح بص على التكست هايت بتاعها. مش احنا اتفقنا التكست هايت هيبقى بكام دلوقتي؟ لو 1 لـ50 اهي ما بين 1 وما بين 12.5 لكام؟ بس امر ليست فاكرينه طبعا. رحت دايس ليست قال لك التكست هايت بكام تحت اهو. ثواني التكست هايت بكام تحت اهو؟ 0.14. يبقى ده اوتوماتيك وانت مغمض من غير ما حد هيقول لك هتطلع بسكيل كام؟ 1 لـ50. واضحه؟ طب انا عايز اوريك تاثير التكست هايت في ايه؟ قدرا كده خدت الكتابه دي كده وعايز اغير التكست هايت بتاعها، اغيره ازاي؟ بختار الكتابه فاكرين امر بروبرتيز؟ اهو مسطره. كل اللي هعمله هروح جاي هنا اهو في مين؟ في التكست اللي تحت ديت والتكست هايت اهو شايفينها؟ هخلي دي بكام؟ 3/10. انت متخيل بقى؟ بص 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 اللهم صل على النبي. ده اللوحة كلها بقت ملاحظة واحدة عن الحاجة. الملاحظة بقت قد إيه في اللوحة؟ أنت واخد بالك من التكست هايت مؤثر إزاي؟ فدي حاجة أنا حبيت إن أنا أعلمها لك علشان تبقى معنى كده معاه بعد كده معاك أسرار التكست هايت. إزاي تطلع لوحة من غير ما التعظيم سلام عليها. طب بعد إذن حضرتك. بعد إذن حضرتك، صل على سيدنا محمد. اللوحة دي تطبع بسكيل 1 لـ50 كده صح؟ أبعادها كام بعد الطباعة؟ عايز أعرف طولها وعرضها. طولها وعرضها اكتب الامر الجامد قوي ده. الامر ده اسمه ديستانس اختصاره دي اي. ديستانس اختصاره دي اي. وهروح جاي الديستانس ده نختار ايه؟ دي اي كده اهو واروح دايس مسطره. عارفين كل اللي اعمله هعمل ايه؟ هختار دياجونال اللوحه. لما اخترت دياجونال اللوحه راح مديني تحت بعدين اهم شايفينهم في الشريط. البعد ده كام؟ 43.9 دي الاكس. الواي بكام؟ 30.8 دي الواي. انت قلت الاكس بكام؟ 44. تولع بجاز ان شاء الله 100. انا اللي يفرق معايا كله مين؟ ما تقلش عن كام؟ 45. انا هطلع بسكيل 1 لـ50. اتمنى تكون وصلت. طب دي لما تطلع كده تبقى كام دلوقتي يا بعدها لو هي 1 لـ50؟ 44 يعني كام؟ يعني 88 سنتي. في كام دي؟ في حوالي 62 سنتي. يبقى اطبعها بتاع قد كده ولا اطبعها لوحه كبيره كده وفي الموقع يقروها ويشوفوها كويس؟ لا في الموقع يقروها ويشوفوها كويس. الموضوع مش موضوع فزلكه قد ما الموضوع توضيح لمين؟ للناس في الموقع هتشتغل ازاي؟ اتمنى تكون واضح في الجزئيه اللي بقولها دي. واضح؟ تمام. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ هو انا مش عامل مشروعي تحت؟ هو انا اهو اهو انزل معايا لو سمحت. اهو يا اولاد. وانا مش عامل كده مشروعي تحت اهو؟ ولا انا غلطان؟ مشروعي اللي تحت ده هندسه. كل اللي هعمله هعمل ايه؟ هروح اجيب خرطوش عشان احطها عليه اهي اهي كابي اهي. ما انا عايز البسه خرطوشه. هلبسها له ازاي؟ تعالى لي. صلى على النبي. عايز اركب دي هناك. اشيل الحاجات دي الاول مش تبعنا. عارف بتعمل ايه؟ بتروح جاي عامل استريتش وليكن الخرطوشه كده شويه واستريتش دي كده اهي من فوق شويه وتاخد دي على بعضها بالكامل اهي وموف. ومنين؟ بص بص شوف ايدي من مكان بعيد قوي عن اللوحه وركبت كده. بس لو سبت اللوحه كده فاكرين نصها؟ ساعه ما كان بيقول له كاننا زباين عاديين. بالظبط. ايه اللي انت سايبه في اللوحه ده؟ اسمه هبل. دايما دايما لو عايز رايي بصراحه بصوا ايدي كده على اللوحه دي. لاحظ الاطار جاي ازاي؟ على قد اللوحه بالظبط. مفيش اي حاجه زياده قوي شمال ولا اشياده قوي يمين. ده كده يدي للوحه منظر جمالي محترم. واضح انا قصدي ايه ولا ما وضحش؟ ده معناه ايه بكل بساطه؟ ده معناه بكل بساطه هندسه انك هتيجي تبص معايا هنا اهو هتلاقيني لازم اعمل ايه بقى؟ ها؟ ممكن اروح جاي واخد الكتابات دي كده على بعضها بحالها بمالها اهي. كل الليله دي على بعضها كده موف وانزل تحت. اهو. واروح جاي عامل ايه هنا؟ ستريتش. خلي بالك شوف بعمل ستريتش ازاي؟ كده وبص من بره من بعيد خالص اهو عشان ما القطش اي سناب. واجيب دي واعمل مين برضو استريتش من بره بعيد خالص عشان ما القطش اي سناب. خلصت. عايز اعرف لوحتي بقى هطبعها كام لكام؟ امر مين فاكرين؟ ديستانس. واروح معلم كده فندم وجايب دياجونال اللوحه. طلعت كام تحت؟ 42 في 30 يعني كام لو كانت 8 كام لو كانت 84 سم في 60 سم. حاجه محترمه.
سؤال بقى عشان ابدا اكمل من عليه بعد اذن حضراتكم. شايفين اللوحه دي؟ شايفينها. خدتوا بالكم من البين اساينمنت اللي فيها؟ يعني ايه بين اساينمنت؟ يعني كانت دخلات الخطوط. عينك كده على المحاور خفيفه، الهاتش اللي جوه الاعمده خفيف. طب خطوط الحديد تقيله شويه، لكن العمود تقيل قوي، ولا انا غلطان؟ طب خط الكاميرا او البلاطه خفيف شويه، اخف من العمود. دي اسمها بين اساينمنت، اتكلمت معاكم فيها المره اللي فاتت. طب ما تيجي نعملها جديه مع بعض. صلى على سيدنا محمد. هتقولي صفحه 16 تاني كده. هندسه، مع كل لوحه بتحط ديت الراجل اللي هيطبع لك. ايه دي اسمها ايه دي؟ البين اساينمنت. دي تخانات الخطوط لو كانت هتطبع بسكيل كام؟ واحد ل 50 دولار هيطبع بسكيل كام؟ الكلام ده على لوح كبيره وبسكيل. طب انا افرض هطبع تفصيله، هطبع تفصيله للراجل او هطبع لوح الدكتور اللي معايا في الكليه على ورق اي 4 عشان اوديها له، عشان يقول البلان ده سيف يعني امشي بيه ولا لا. شايفين الحاجات دي كلها مطبوعه اي 4 بس مطبوعه بين اساينمنت. يعني بص معايا التخانات هتلاقيها متظبطه ومتنمقه حتى في القطعات الموجوده دي كمان. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ صلى على سيدنا محمد. بص يا باشا، لو هتطبع بسكيل سكيل فانت ملزم بالاثنين دول. طب لو هتطبع بقى على ورقه اي 4 فانت ملزم بالتخانات اللي هديها لك دلوقتي. هقول تاني ولا اتفقنا؟ التخانات دي عباره عن ايه؟ هتعمل لي خانه كمان جنب دي كده وتكتب لي بقى تخانات البي دي اف او الاي 4. صلى على سيدنا محمد. اطلع معاك كنترول بي وانا رايح اطبع، وانا رايح اطبع بتكون دي جايه معاك كده اهو. حلو الكلام؟ هتروح ضاغط على جنب كلمه هيلب تحت في مين؟ المؤشر الصغير ده، ضغطت عليه بعد اذن حضرتك هتعمل ايه؟ هتيجي من هنا اهو وتختار نوع الطبعه مين؟ لو انت اوتوكاد جديد 2018 مثلا او 19 في خاصيه حلوه قوي اسمها بي دي اف هاي كواليتي. طب ما عندكش دي، هتختار من تحت دي دبليو جي تو بي دي اف، يبقى دي او دي الاثنين سيان. اقول تاني ولا اتفقنا؟ يبقى اروح جاي قايل له مين؟ ها رد، دي بي دي اف هاي كواليتي. صلى على سيدنا محمد. عايز اوريك حاجه بسيطه، مين اللي بيطبع هنا ابيض واسود؟ طبعا ما بنطبعش الوان، اتفقت معاكم. طباعت دايما ابيض، شفت اللوحه ابيض واسود بس حاجه محترمه. طيب بختار الحاجه اللي اسمها مين؟ مونوكروم. مونوكروم دي المسؤوله عن الطباعه ابيض واسود يا هندسه. طيب عايز اغير بقى واظبط بين اساينمنت زي اللي بره، حد فيكم هيمليني الواحد ل 100 عشان هقلل عنها شويه وهتكتبه معايا. هروح ضاغط على ايديت دي. كده جاب لي ايه؟ البين اساينمنت المونوكروم من جواها. ايه ده اللي جنبها ده؟ ده الوان الاوتوكاد بالكامل. هروح جاي دايس على زرار شيفت مع زرار اند في الكيبورد. كده راح جايب كل الالوان اللي في الاوتوكاد. هروح انا طالع من هنا اهو على اللاين ويت دي. صلى على النبي اهو على اللاين ويت دي، وتقول له كام؟ صفر. وترجع بقى فوق يا معلم. شوف الجمال، انا مظبط لك دول نفس الترتيبه اللي بره دي. انا محكوم بالاوتوكاد، الاوتوكاد هو اللي بيظبط وانا بمشي عليه. الاحمر، الاحمر في الواحد اللي شتت معايا. يلا بقى انا هعمل اقل من الواحد ل100 بشويه. الاحمر عندك في الواحد ل100 كام؟ لا انا هقول له 9 من 100. 9 من 100 يعني 0.09 مش 1 من 10. تمام. اكمل؟ كمل. ايه تاني؟ الاصفر هناخده بكام الاصفر؟ هو كاتب كام؟ 25 من 100؟ لا انا هقول له 2 من 10. يبقى الاصفر 2 من 10. انا بعمل حاليا طباعه بي دي اف مش بسكيل، خلاص فهمتوا قصدي ايه؟ تمام. طيب الاخضر ده هناخده عندنا ايه الاخضر ده؟ برضه 2 من 10، ما هو عاملها هناك 25 من 100. طيب بعد كده السيان اللي هو اتقل واحد يا فنان، 4 من 10. لا ده معمول هناك نص. لا انا هقول له 35 من 100. كويس جدا، اصل انا بديك الكلام ده عن تجربه. 35 من 100. طيب الازرق 3 من 10. لا هنعمله احنا كام؟ 25 من 100 يا عم وليكن. الموف ده اخو الاحمر بالظبط، 9 من 100. من 100 مش من 10، 9 من 100 0.09. طب الاسود الاخير معمول عندكم 3 من 10، صلحوها.
معمول 3 من 10 في الواحد ل 100 ولا 4 من 10؟ لا خليها 3 من 10. خليها 3 من 10 في الواحد ل 100 عندك. يبقى انا هعمله كام ده بقى؟ وليكن 0.2. خلصت؟ بعد ما خلصت هعمل ايه؟ هروح مسقفه باسم جديد. ايه رايكم لو سميته اي اسم؟ سميته وليكن كلمه تاور، اي حاجه اهو. تاور. خلاص؟ واروح جاي قايل له مين؟ سيف، واطلع اقول له مين؟ سيف وكلوز. تعالى يا فنان بقى. صلى على سيدنا محمد. اجي من هنا اهو هختار نوع الورقه مين؟ A4، مش كده؟ ادي A4. وهنا سنتر تو بلوت. وطبعا خلي بالك انا معلم على كلمه مين؟ فيت تو بيبر، مفيش سكيل. واجي من هنا اروح قايل له مين؟ ويندو. واروح جاي مختار لوحتي اهي اللي انا عايز اطبعها وليكن اهي. اللوحه دي اللي عايزين نطبعها. واجي اقول له بريفيو. ايه رايك؟ ايه رايك في العفاشه؟ قرف. ده قرف ليه؟ لان انا كنت مشغل هنا، معلش ثواني اهو. ده قرف ليه؟ كنترول بي. لان انا كنت مشغل جوه المونوكروم. طب انا افرض رحت جاي بقى عملتها بتاع التاور اللي انت كنت عاملها من شويه، مش هي بتاعتنا ولا ايه؟ اروح جاي اقول له اوكي، واطلع اقول له هنا مين؟ بريفيو. بص يا باشا بقى الجمال. ايه رايك؟ طب ايه رايك بقى؟ شوف الاحلى والاحلى بقى، هطبعها بي دي اف. وبي دي اف بقى هتندم على البي دي اف كنت بتطبعه زمان. اي اسم اهو، واروح قايل له سيف. انطبعت بي دي اف بس مش زي اي بي دي اف كنت بتطبعه انت زمان يا معلم. ليه بقى يا اولاد؟ صل على النبي، ادي البي دي اف قصادنا اهو. لو زومت انت شويه، ايه رايك في الجمال ده؟ مفيش اي نغمشه في اي خط، وكل خط له تخانه شكل. اتمنى تكون وصلت. فتلاقي اللوحه، بص اللوحه بتنطق. اللوحه بتنطق في ايدك. بص الهاتش خفيف بالنسبه للحاجات دي. اللي اجمل واللي اجمل، الاوتوكاد بيبعت للبي دي اف باللايرز. اللايرز في الجنب اهي. لو انا ضفيت لاير الاكسس اتطفت، طفيت الاعمده اتطفت اهي، طفيت كمان الهاتش بتاع الاعمده، طفيت اهو ثواني اهو، طفيت الدايمنشن هنا. بس من حقك هنا ايه؟ تظهر وتخفي، لكن ما تعدلش. تعدل خش الاوتوكاد تاني. طب بعد اذن حضراتكم ارجع الاوتوكاد تاني. انا كنت بطبع ايه من حق؟ طبعا عشان ارجع تاني اقول بريفيوس بلوت، كنت بطبع مين؟ فيت تو بيبر. طب انا لو حبيت اطبع بسكيل بقى، شلت العلامه دي، اكتب له هنا انا عايز اطبع بسكيل 1 ل 100، يبقى اقول له كام؟ ال 10 مللي بكام؟ ب 1 متر. واروح جاي قايل له بريفيو. الرساله دي معناها انت بتستعبط؟ متهبل؟ مالكش دعوه بالترجمه. ترجمه قناه مصارع لما ترجمها دي. خلاص؟ ماشي، امال تعمل ايه؟ بيقول لك ان الرسمه مش جايه على قد ورق الاي 4. ما هو كده بيطبع بسكيل. طب اقول له بريفيو كونتينيو، ايه اللي حصل؟ كلامي صح والله، في اجزاء كتيره جدا طارت من المبنى. طب اقول لك على حاجه، لو انطبعت دي كده وحطيت مسطره على الدايمنشن ده، بص البين اساينمنت عامله ازاي؟ حاجه تفرح. كل خط تخانه شكل. لو حطيت مسطره على دي كده تطلع 2.5 سنتي على القفل بالمسطره. ولا انا غلطان؟ طب لو انا رحت طبعتها سكيل كام؟ ها؟ سكيل كام؟ حلو كده صح؟ اقول له بريفيو. قال لك نفس القصه اهو اهو. يا دي النيله، ده جاب الكور بس. ما هو ما عادش نافع، ما انت كده عايز لوحه كبيره. دي تطلع كام على المسطره دي لما تعملها بقى؟ 5 سنتي. 5 سنتي، ما هو السنتي ب 2، المتر ب 2 سنتي. ها؟ تمام؟ سؤال بقى هنا في قمه الروعه. انا مش عملت بين اساينمنت دلوقتي اسمها تاور، شلت الاوتوكاد. هل هتفضل موجوده؟ ولا طارت؟ هترجع تعملها تاني؟ لا، خد مني انا بقى حاجه هتدعي لي عليها. الا وهي ايه؟ باشمهندس المحترم، انا مش عملت لنفسي بين اساينمنت البي دي اف، هعمل كمان بين اساينمنت سكيل 1 ل 50 من الكراتيريا اللي كانت هناك بالظبط، وسكيل بين اساينمنت كمان بسكيل 1 ل 100، وعينهم عندي على الجهاز. وكل ما اجي انزل اوتوكاد اروح محطتهم على الاوتوكاد تاني ويشتغلوا. يعني مش هتعملها ولا مره بعد كده، مره واحده بس. ولما تروح لبتاع الطباعه وتقول له بين اساينمنت يقول لك نعم، يفتح لك بقه كده نعم، تقول له بعد اذنك ارجل على جنب، وتروح انت مركبها على الجهاز عنده زي ما هركبها لك دلوقتي، وتطبع على طول في ثواني. واضح؟ ازاي اخدها بقى واحتفظ بيها على الجهاز عندي؟ صل على النبي. من قائمه فايل هروح طالع على بلوت ستايل مانجر تحت اهي. ايه ده بقى؟ دي البين اساينمنت اللي في الاوتوكاد كله. بتاعتنا كان اسمها كام؟ تاور. هاخد دي كده كابي وليكن اهي، واطلع انا معاك جدعانه مني، جدعانه مني على حصه النهارده اهو. اهو
هحطها لكم محاسة النهاردة. اجي هنا واقول له مين؟ بيست. طب هي معاك بقى دلوقتي في البيت على الفولدر، عايز تشغلها على اوتوكاد هتعمل ايه؟ هروح انا جاي مثلا سي اهو معلش مغير اسمها، خليها تاور 2000. دي معاك في البيت صح؟ هتعمل ايه يا هندسة؟ هروح جاي مختار دي كده كوبي من على الفلاشة او من على الجهاز عندي، وادخل جوه هناك في جهازي، ومن نفس المكان اللي انا كنت باخدها منه هحطها فيه. بلوت ستايل مانجر. واجي كده اهو وكليك يمين بيست نزلت. هروح طافي دي، اعمل كنترول بي وادوس اسكيب واخرج واعمل كنترول بي تاني. كده يا فندم انزل اتفرج، بقت تاور 2000. اطبع بيها يا بركه، يعني حطها في البيت معاك واطبع. وميزتها مش شغاله على اللوحه دي بس، ده شغاله على كل لوح الاوتوكاد. فهمت يعني بقى بالاساينمنت؟ يعني بتعمل حاجه مره واحده، كل اللي بتعمله في لوحتك هي ماتش ليه الالوان. انا ملتزم بالالوان اللي اديتها لكم قبل كده، ساعتها تلاقي اللوحه حاجه محترمه. واضح انا قصدي ايه؟ واضح انت قصدك ايه؟ طيب بما انه واضح ان قصدي ايه، تعالى اخدك وادخل بيك على مشكله قاتله، الا وهي ايه؟ صلى على رسول الله. السقف الاخير ده كنا عاملين الشبكه العلويه في الاتجاهين 6-12 والسفليه 6 ايه؟ 6-12. طب جه الراجل قال لي اللايف لود صغير في الدور الاخير، ما هو ما فيش حاجه فوق الدور الاخير. اللايف لود ب100 بس. فقال لي بعد اذنك قلل لي الحديد ده، بدل ما هو 6-12 يبقى كام؟ يبقى 5-12. 5-12. حلو الكلام؟ من حقه، بس كده هينزل كام سيخ؟ سيخ، المشكلة مش في دي أصلاً. المشكلة أنا كمهندس بقى هي هتبقى سيف على حالتين على فكرة. إني أخلي دي 5 هضطر أجي على كل إضافي عند راس كل عمود، وبدل ما كان كاتب 6 أقول له كام؟ 5. لأن الإضافي زي ما هنشوف الحصة التامنة بالتفصيل وإحنا بنعمل لوحة السقف، إن الإضافي اللي بيتحط عند رؤوس الأعمدة لازم يكون من نفس عدد أسياخ الشبكة الأصلية. يعني لو الشبكة الأصلية 7 يبقى لو دخلت عددها كام؟ 7 6 يبقى 6، 5 يبقى 5. ماليش دعوة قطره كام، أنا ليا دعوة بمين؟ هتعمل إيه ساعتها بركة؟ هتضطر تقف على راس كل عمود ودبل كليك على كل التابة وتغيرها بمين؟ بإيدك. ده ساعتها هينسفك الكلام ده، هيطلع عينك. طب الحل إيه؟ هدي لك أسبرينة تحل الكلام ده في ثانية. الأمر ده يا فندم رقم 5. الأمر ده رقم 5 اسمه إيه؟ اقرا معايا كده، فايند اند ريبليس. والله هتدعي لي عليه بعد كده، مش تدعي عليا، تدعي عليا، تدعي لي مش تدعي عليا. خلاص تمام، اسمه ايه الامر؟ فايند اند ريبليس. صلي على سيدنا محمد. انا هاجي على دي كده اهو فوق، دبل كليك واخلي دي كام؟ دي الشبكه الاصليه بقت 5. حلو، انا مهمتي ايه بقى؟ عايز اللي على رؤوس الاعمال ده كله يبقى كام؟ دبل كليك على اي واحده فيهم، واروح جاي اقول له كنترول سي. اوكي، هطلع كليك يمين على الشاشه وامر اسمه فايند. فايند وات ده من كليك يمين بتاعت الشاشه، كنترول في. ريبليس ويز كنترول في، واخلي الستة تبقى كام؟ 5. بس لو دوست ريبليس اقول رحت في داهيه، انه هيغير في كل اللوح الموجوده. لا، يبقى انا اروح جاي له مين؟ سيلكت اوبجكت، واعمل زوم على اللوحه دي بس، واروح دايس مسطره. اقول له ريبليس اول، بص عمل ايه؟ وانت رجل على رجل غير 41 واحده، وتقول له اوكي ضن وتخرج. ارجع اتفرج كله بقى كام؟ بقى 5-12. مش قلت لك هتدعي لي؟ طب صل على سيدنا محمد. بعد الامر ده تعالى نخش على جزئيه مهمه قوي. انا حبيت اكتب جمله زي كده، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انا عرفت بتقولوا ايه، خليكم معايا ثواني. الجمله ديت كويسه ولا مش كويسه؟ في كارثه في الجمله. الكارثه ايه؟ كنت محتاج شفت مع النون وشفت مع الالف وشفت مع الهاء وشفت مع يا لهوي يا باشا. صلى على رسول الله، خبط وهو يظبط. ايه رايك؟ يعني ايه خبط وهو يظبط؟ هديك الاسم حياتك كلها فيه بعد كده. الاسم ده اسمه ايه بقى؟ سي تي. الاسم ده متخصص في ايه؟ خبط في الكتابه زي ما انت عايز. ضغط على الكتابه وانت عامل الامر ده هيغير الكتابه بالشكل اللي انت عايزه واللي انت بتقبله براحتك. ابلكيشن لود، ده مع الحصه النهارده الاسم الثاني. ابلكيشن لود. كل اللي هعمله احنا جوه الحصه اهو صح؟ اسمه ايه الاسم؟ سي تي، واروح جاي قايل له مين؟
يبقى انت كده معاك كام نسبه النهارده؟ 2. يبقى ادي لود، لود وانس كلوز. ركز معايا بالله عليك، هكتب سي تي بس وادوس مسطره وعينك كله معايا على الشاشه. اول بدوس على الكليبك، اول بدوس على الكتابه هنا، اقول له مين، كليك شمال، ايه اللي حصل؟ شايف الجمال ده؟ ايه زي ما الكتاب بيقول ده، بص العين جايه ازاي كمان. اه طب عايز اقول لك على حاجه، قابل الكتابه دي وهنزل بيها تحت اهي، واجي كده اهو واكتب كلمه تسليح. ايه اللي حصل في الكلمه دي؟ تقول لي الحاء مش مظبوطه، اعملها بسي تي. لو عملتها بسي تي بيعملها زائد وناقص، يبقى مشكله السي تي في حاجه واحده بس، لو عندك جمله وفيها الحاء في اخر الكلمه بيعملها زائد وناقص، فبارجع راجع عليها. تيجي تقول لي الكلام ده قرف، اقول لك طب انت عايز ايه يا بركه؟ تقول لي بص كلمه تسليح تاني اهي، الحاء دي كده غلط، تشتمني بقى تقول لي الحاء دي غلط. اقول لك ايه يا باشا؟ تقول لي كانت عايزه ايه؟ شفت حاء؟ شفت حاء. اقول لك انا بقى الحاء دي كده غلط ليه؟ مش شاكه في الكلمه، انا عايزها تشتم. تشبك يعني ايه؟ اهو تعالى لي بص يا باشا، هشيل دي خالص. لا يا معلم دي مش اي حاجه، دي كود يا فنان، بيرسنت بيرسنت 177. ولو دوست انتر ايه اللي حصل؟ شوف الجمال، الحاء شبكه في الكلمه. عايز الباشا؟ لا ما تكتبش حاجه، ما تكتبش حاجه. الباشا عايز يعمل الفاي شرطه واحده، بيرسنت بيرسنت سي. الباشا عايز يعمل الفاي الشرطتين، بيرسنت بيرسنت 2 3 2. الباشا عايز يعمل الهمزه، كانوا بيشتغلونا زمان ويقولوا لنا اعملها مين؟ عين، تمشي العين، غلط. الهمزه همزه على ابوها، صفحه 25، هديه لا تقدر بثمن على الاطلاق، على الاطلاق. كل الاكواد اللي خلقها ربنا معاك، ده تعب ومجهود. اتفقنا؟ اتفقنا. طب بعد اذن حضراتكم الناس المحترمه تركز معايا في ايه يا هندسه؟ انا دلوقتي فاتح ادي لوحه واثنين وثلاثه، فاتح اكتر من لوحه اهو. بص يا باشا اهو، فاتح انا اكتر من لوحه وليكن اهو، ادي لوح ثانيه كتير اهي، فاتح ثلاث لوح فوق ويمكن 10 لوح كمان. تعمل ايه لما تيجي تطفيهم؟ قال لك كنت بعمل ايه زمان دايما؟ كلوز وسيف، كلوز وسيف، كلوز وسيف. انت فاضي؟ امال تعمل ايه؟ قال لك هتروح جاي على قائمه اكسبريس وفايل تولز، وتروح جاي مختار الامر اللي هو اسمه ايه؟ اقرا كده، سيف اول درونز. ده هيسيف كل اللوح المفتوحه جمله واحده، سيف اهو خلص. عايز تعمل ايه؟ تطفيهم. اكسبريس فايل تولز كلوز اول درونز، بيقفل واحده في الثانيه في الثالثه، وبقفل معاها الحصه. شكرا والسلام عليكم.